صار في مشكلة بين شاب من بيت سرور وبين حدا من بيت المؤداد. تدخل أخي على أسرار للحل النزاع بيناتهم بوجود الجيش اللبناني كان موجود. صار في تلاسن بين حدا من بعضهم واختلطت الأمور على بعضها. فبيقوم الجيش بياخذ خيي، بيصير في اعتداء على خيي شيخ من قبل بعض عناصر بالجيش، ما بعرف يعني حق عمين ما بعرف. هلا تحيات بتبين المسألة منيح. اشتغلنا على حلها وعلى أساس تواصلنا مع العائد المسؤول عن الموضوع هذا، وكان شقيقه لحسان مؤداد على أساس حاتم رايح يجيب الشيخ من السكنة. فوجئنا أنه حدا أطلق الرصاص باتجاه الجيش، ما بنعرف مين بس مش من عنا، أكيد مش من عنا. عم نحاول نعالج الأمور بهدوء وبتروي، وإن شاء الله نوصل لخواتم الموضوع هذا بهدوء خلال الليلين. هلأ الهدف من وراء العملية شو هي؟ تركي؟ ما بعرف. هلأ أنا لحد هلأ بدي أبلغ الكل، أنا لست مسؤولا عن التركي وما بعرف شو ممكن مصيره بعد الحادثة هيدي، وبحمل ما بعرف مين، أنا أجهزة أمنية، أجهزة استخبارات، ما بعرف منين جاي كيف طالع. لحد بهاللحظة هيدا أنا لست مسؤولا عن التركي بلبنان، ما بعرف شو صار فيه. خطابك لأبناء العائلة؟ أبناء العائلة انضباط انضباط. إذا الموضوع الهدف هذا المشكل اللي زجنا بمشكلة مع الجيش اللبناني اللي هو أهلنا وأولادنا بالجيش، لا، لن ننجر إلى فتنة داخلية مع الجيش اللبناني أبدا مهما كان الثمن. بدهم يحقوا مع الجهة مع الشيخ يوم واثنين وجمعة، أهلا وسهلا، معنا مشكلة. ما بدنا نوصل لصدام مع القوى الأمنية. إذا كان الهدف منه هو التركي هلأ أنا مش مسؤول عنه، لأن ما بعرف شو صار، وين بيختفى، كيف اختفى، ما بعرف.